من ناحية أخرى، نظم عدد من مؤيدي السيسي فعاليات تؤيد ترشحه للرئاسة، ففي ميدان السيدة زينب وسط القاهرة احتشد عدد من مؤيدي السيسي مرددين الأغاني المؤيدة له. كما قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الحملة الرسمية لدعم المشير السيسي نظمت مسيرة مؤيدة له في مدينة الزقازيق بالشرقية وأخرى في محافظة البحيرة. إن شاء الله نازلين النهاردة عشان نحتفل بسيادة المشير، لأن هو أنقذنا يوم 30. الثورة ثورة 25، لا ده انقلاب، ده انقلاب. الثورة الحقيقية يوم 30، ولازم نعرف كده كويس إن ده ابن بلد، ابن بلد وجدع، والدنيا كلها بتحبه. تلاحظ يا باشمهندس بعد إذنك، لما بيحصل أي مصيبة في البلد إحنا عايزين سيادة المشير. ليه؟ زي ما أقول لنا أخ كبير وهو اللي بيجيب لنا حقنا.